الهدية اللي انت هتجيبيها ب 20 جنيه، ممكن حاجة هاند ميد اكسسوري كاستمايزد كده تتجاب لحد عليه اسمه او كده ب 20 جنيه، عادي. وفي ب 2 جنيه ونص كمان. ها لا، دي الحاجات اللي هي كل شيء ب 2 جنيه اه مثلا. خلونا نشوف الناس في الشارع ايه اغرب هدية جات لهم وقالوا ايه عن الهدايا، ونرجع تاني عشان نكمل فقرتنا بسرعة. لا ما يهمنيش السعر، لا ما بيفرقش معايا بصراحه، اهم حاجه تكون يعني حلوه عجباني يعني، بس مش بيفرق معايا يعني قد ما يكون الشخص ده هو عارفه اللي هو ايه الهدايا اللي هي بقولها في الديتيلز وكده اللي انا بحكيها يعني. مش بركز في السعر بس المهم تكون حلوه. اكيد افضل هديه غاليه بس ما بتفرقش برده في الاخر. القيمه بتاعه الهديه اهم حاجه. لا مهم الشخص. لا مش بيفرق معايا. لا مش بيفرق معايا خالص، مش بيفرق خالص. لا ما جاتليش هدايا غريبه يعني، عادي كلها هدايا عاديه يعني حلوه وكده بس. كانت شرابات مج طقم كاسات مثلا. هو ما فيش حاجه غريبه جاتلي، بس انا مره جبت علبه فاضيه لاختي كانت فرحانه قوي. جاتلي هديه شراب بس حبيت الهديه. دبدوبه عليها ميمي ميمي ماوس كده ب5 جنيه. بونبونيه جالي شرابات قبل كده. غالبا تليفون بقى او ايباد حاجه كده. موبايل اللي انا اللي معايا دلوقتي اهو. كان موبايلي. كانت سيت كده من باث اند بادي وركس لسه جايبينها لي. ميك اب برفيوم ايدل. تليفون. كان موبايل. لمامتي جبت سلسله في عيد ميلادها. كانت شنطه ب 2500 جنيه لزميلتي. بوكس لصاحبتي كان فيه كل حاجات، كل شوكليتس اللي هي بتحبها، منها 5 6 كده. كنت مش جايبه حاجه واحده، كنت جايبه كذا حاجه، كنت جايبه اوتفيت كامل يعني. تقالي واحده صاحبتي بس كان عيد ميلادها بقى، جبت لها حاجه من اديدس كده، بس ما بدفعش اكتر انا من 600 700 جنيه. اللي هو بوكس جواه بوكس اصغر، جواه بوكس اصغر، جواه بوكس اكتر، في الاخر ما فيهاش حاجه يعني. دست شربات بس. كنت جايبه كوفيه كده. لا كان في مره دبدوب بس كان هزار. لا هي هديه كنت هشتريها النهارده لحد، وكانت اللي هي الاي ماسك. لا لا مش قوي، لا ما بيبانش، بحاول يعني ارضى بيها وخلاص يعني. بكون مثلا متضايقه من حاجه او مش عجباني حاجه بيبان على طول يعني. سبحان الله باينش، بس بيبان تقريبا. لا كفايه ان هو افتكر حرام. لا خالص، فضلت تحفه ومش عارف ايه واطبل له عادي. لا هو خلاص جمالي اعمل ايه. لا المهم ان الشخص فكر فيا، دي حاجه حلوه. ممكن تيشرت ريال مدريد عشان انا بحب ريال مدريد ومكسل اجيبه لنفسي يعني. انا سافر بره خلاص بقى، عايز شاليه. شاليه في الساحل. انا عايز اصلح تليفوني، ممكن تصلحوا لي تليفوني؟ حاجه من باث اند بادي وركس. الجيتار. حاجات بقى من سيفورا كتير بقى، اي حد في دبي يجيب حاجه من سيفورا. علبه بازل كده كامله. طيب بعد ما شفنا راي الناس في الشارع عن فن اختيار الهدايا، وكل واحد بيتبسط لو جات له هديه ايه، او اغرب هديه جات لك قبل كده، خلونا بقى نتكلم عن الحماوات. في دايما هدايا عيد الام، او الهديه المعينه اللي لازم اجيبها لحماتي او لماما. هي اشار لا وجماعه بجد ماما قاعده تقول لي بصي انا ما فيش حاجه تعفرتني غير الكوبات والكاسات. يا جماعه دي مستفزه قوي وفعلا. ليه مش احنا في الاخر اللي بنشرب وندفع فيها؟ ما هي بيجي لها هديه ليه كاسات؟ الموضوع سخيف قوي. مين اللي اخترع ان الام لازم يجي لها كاسات وكوبايات وبولات وطقم جيلي ليه يعني؟ هي الشيف شربيني ليه يا جماعه؟ الام والحلا احنا نفسكم وعلى الساغه على طول عشان ترضي امك وحماتك. على الساغه طبعا على طول جري معروف، اوقات ناس معاك تجري على الساغه يعني فاهمه. لازم هم بيحبوا الذهب وال ساغه طرحه شنط. ايه تاني ماما كيفه إيه؟ الحاجات اللي هي بتاعت المطبخ بقى، شوايه، اير فراير، خلاط بروحين. خلاط بروحين زي كاسه ابو روحين كده. ايوه الحاجات دي كلها. في هدايا امهات، بس الامهات اختلفوا خالص عن زمان يا لينا يعني. دلوقتي الامهات دخلوا بقى في حته بقى الايباد. لا والامهات دلوقتي خدها اسبوع برشلونه تيجي تدوس معاك الساحل، وديها حفله الهضبه. ايوه ايوه تقول لها احنا نعمل دي يوز وندخل سبا وكده. فتمام الامهات اتغيروا خالص. ما بقول لك يا لينا الامهات اتغيروا خالص. لا انا ماما زي ما هي. طمن عليها كده. يعني ماما تمام هي يعني، لو جيت قلت لها تعالي اوديكي سبا اخد بالسبا على دماغي. تقول لك مالها بنقعد هنا في البيت نعمل حمام مغربي في البيت. او استنى يوم الثلاث نعمل حمام ثلاث دول. ايوه بس عندها البديل على طول.